السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا الحرق والحروق في المنام، سواء حرق اليد أو الوجه أو الجسد، سواء للمرأة أو الرجل، فتابع معنا. أولا، ما معنى رؤيا الحرق في منام العزباء؟ إذا رأت العزباء حرق الوجه فهو دلالات مختلفة تختلف بحسب شكل الوجه بعد الحرق، فإذا رأت العزباء وجهها قد أصبح أجمل من ذي قبل فهذه إشارة إن لديها من الصفات الجميلة التي تجذب الناس إليها. أما إذا وجدت أن وجهها أصيب بالتشوه بعد تعرضه للحرق فهذا معناه أنها تمتلك صفات كثيرة سيئة، وقد تكون أحد هذه الصفات هي النفاق. إذا رأت أن أحدا ما يتعرض للحرق فقد يشير ذلك إلى تعرض هذا الشخص للكثير من المشكلات في الأيام القادمة. أما إذا شاهدت كل من حولها يحترق فهذا يعني أن حياتها سوف تتغير عن آخرها، أي كما يقولون تنقلب حياتها رأسا على عقب. وإذا حلمت الفتاة أنها تحترق فهذا يعني أنها تتعرض للكثير من المشاكل والهموم في الفترة القادمة من حياتها. تفسير رؤيا الحرق في منام المتزوجة: إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تتعرض للحرق فهذا يعني أنها سوف تتلقى أخبار سارة في القريب العاجل، وإذا تعرضت للحرق في وجهها كان هذا بشرة خير لها بأن الله سوف يرزقها بالحمل عما قريب. أما إذا أمسكت في حلمها بالنار فهذه إشارة إلى حاجتها للمساعدة من أشخاص آخرين. وإذا شاهدت في منامها أن الأشياء من حولها تحترق ولكن النار تتميز بالصفاء فهذه إشارة إن لديها أصدقاء يساعدونها في حل مشاكلها. تفسير الحرق للحامل: اشتعالها الكامل يدل على أنها سترزق بذكر، أما إذا كان اشتعال النار ضعيفا مع احتراق المرأة بالكامل فهذا دليل على أنها سوف تنجب أنثى. تفسير رؤيا الحرق للرجل: الرجل الذي يحلم أنه قد تعرض للحرق في منامه فأن تأويل حلمه يختلف حسب نوع الحرق ومكانه، فإذا احترقت اليد اليمنى كان ذلك دليلا على نجاحه في إدارة مشروع أو تجارة، وإذا كان الرجل أعزب فأن حلمه يشير إلى أنه سوف يتزوج عما قريب، أما إذا احترقت يده اليسرى فهذه إشارة على عدم نجاحه سواء في حياته العملية أو الاجتماعية، ولو كان يدرس فهو إشارة إلى فشله دراسيا. تفسير رؤيا حرق اليد بالمكواة: الاحتراق عن طريق المكواة في المنام دليل على التخبط في القرارات وعدم قدرة الشخص الحالم على اتخاذ قرارات حاسمة في أوقات عصيبة. بالنسبة للعزباء التي ترى في منامها أن يدها احترقت بالمكواة فأن هذا الحلم يشير إلى ترددها في قبول شخص ما تقدم لخطبتها، وأنها بحاجة إلى مساعدة من الآخرين الأكثر منها خبرة بأمور الحياة. تفسير رؤيا حرق اليد اليمنى في المنام: حرق اليد من الرؤى الغير محمودة، فنجد أن الشخص الذي احترقت يده اليمنى هي إشارة تحذيرية للخطر الذي يحيط به، وفي نفس الوقت فقد فسره آخرون على أنه نجاح للرجل في حياته. حرق اليد اليسرى في المنام: من يرى في منامه أن يده اليسرى تعرضت للحرق فهذه إشارة على عدم قدرة الحالم إلى الوصول للأهداف التي رسمها. حرق أصابع اليد: قد تشير الأصابع في الحلم إلى الأولاد كما قال بعض المفسرين، ورؤية الشخص أن أصابعه تحترق إشارة إلى الضرر الذي يصيب بعض الأبناء. رؤية حرق الشعر في المنام: رؤية الحرق لشعر الرأي من الرؤى الغير محمودة، فقد يشير احتراق الشعر إلى الإصابة ببعض التعب وقد يشفى منه، أو أن الرأي يتعرض للكثير من المشاكل مع زوجته. أما الشخص الذي يرى أن شعره يحترق فقد تكون تلك إشارة على معاناته في عمله أو فقد وظيفته. العزباء التي تشاهد هذه الرؤية سوف تعاني من تأخر زواجها في الواقع، أما إذا قام الشخص بقص الشعر الذي تعرض للاحتراق في المنام فأن هذا دلالة على تغير حياة الرائي للأفضل، وأنه سيواجه مشاكل ويتغلب عليها بشكل سريع. تفسير رؤية حرق نصف الوجه: إذا رأى الشخص في منامه أن نصف وجهه فقط هو من يحترق فهذا دليل على النفاق والرياء، وأن الرائي ليس من الأشخاص الأمناء، فهو يظهر غير ما يبطن لمن حوله. أما المرأة المتزوجة فتدل رؤياها على الصراع والندم التي تعاني منه في حياتها نتيجة ارتكاب بعض المعاصي والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. تفسير حرق الذراع في المنام: حرق الذراع هو من الأحلام المحمودة بعكس ما يظهر للرائي في منامه والذي يجعله يقلق بشأن تأويل رؤياه، فنجد أن المرأة التي ترى أن ذراعها قد احترق فأن هذا يدل على علاقتها القوية بزوجها،
وحبه لها وأنه يساندها في كافة أمورها. أما في منام العزباء فهو إشارة إلى قرب زواجها من شخص سوف تحيا معه حياة سعيدة. تفسير رؤية حرق الساق في المنام. اختلف في تفسيرها العلماء، فمنهم من قال أن حرق الساق هو دليل على التغلب على الصعاب والوصول إلى الأهداف التي كان يسعى لها صاحب الرؤية في الواقع، وهي من الرؤى المحمودة. أما البعض فقد فسرها على أنها تشير إلى الأصحاب الذين يحيطون بالشخص ويخفون له العداوة في نفوسهم ويرغبون في إيذائه. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.